أرشد المهدي المنطبة الخوى على الليلة. الليلة يا ليلة عبوين تقدر تفكر وتتصور شنو هالليلة اللي حلت علينا هذه. هذه ليلة عاشوراء أيها الإخوان. أنا ما يحتاج بعد أدخل في فروع ومشتقات وأذكر بالله ومالله. أنا ملخص وقائع ليلة عاشوراء أذكره ومجرد الوقائع في هذه الليلة. وأريد أنه مو تصور نفسك أنت قاعد هنا، أريد منك روحا وين في كربلة هم بين التلال والروابي بين مخيم الحسين ومصرعه. شلون زينب ام الخضر هذا الليل مره تودع الحسين ومره تودع ابا الفضل؟ بهالمره جمعه العائله الاطفال كلهم واجت بيهم المن الى الحسين عليه السلام مستئله السؤال. زينب ترشد من حسين مرطبه الخوان باكر من يصير الليل وين يصير من وانا. ايه والله من جلس واد الليل زينب لمة العين. يلا نودع الوليان عدنا سواد هالليل. ايه يا رملان جاسمت عني واخذت باجي النسوان لحسين وقمر عدنان وقامت ترشد العطشان. يا هولي نشت منكم ويا هولي ظل ويامي. ماكو حد يظل وياك زينب لذا تخاطب الليلة وصاحي عبد الله. يعني اول المساء هذا اليوم الحسين صف الخيام وقارب بعضها من بعض. يقول وفي مثل هذا اليوم يعني المساء هذا يقول لو دخلت كربلاء لرأيتها شبيهة بيوم القيامة من كثرة الجيوش التي ازدحمت على مخيم ابي عبد الله. سدت فجاج البيداء حضر 70,000 جندي محارب بقيادة عمر بن سعد وقد أخذ العشائر يأتون حتى أن الرجال أخذوا يرتدفون الأبقار والثيران تبرعا ومساندة ليزيد وابن زياد ضد الحسين حتى أنه في ذلك المساء يقول أينما تنظر تقع عينك على الخيل والرجال وكلها تطلب بذحول بدر وحنين ويقولون لا نترك الحسين حتى ينزل على حكم يزيد. يقول وفي مثل هذا المساء تقدم عمر بن سعد عليه لعائن الله وبيده قوس وشهم فحكم السهم بكبد القوس وقال أيها الناس اشهدوا لي عند ابن زياد أن أول من حارب الحسين بن علي فأنا. ثم أطلق سهمة فثقب خيمة الحسين. يقول لما ثقبت خيمة الحسين أخذنا بنات رسول الله يصرخن ويصحن فقال الحسين لأخيه اسكتهن فلعمري يكثر بكاؤهن. نعم بعد أمامهن البكاء والعزاء. ثم طلب ابن سعد القتال في مثل هذا الليل فتوجه الحسين لأخيه أبي الفضل وقال أمضي إلى القوم واطلب منهم المهلة ليمهلوننا هذه الليلة حتى بعضنا يودعوا بعضا ولنتصل بربنا ولنقرأ القرآن ولنعبد الله
فهنا تقدم أبو الفضل وطلب الحرب أن تحط أوزارها وأن يتأخر الموقف إلى يوم غد يعني صباحا، وتم هذا. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: أنا كنت في خيمتي وعمتي زينب تمرضني، وإذ أسمع أبي يطلع سيفه ويقول: يا دهر أف لك من خليلي، إلى آخر أبياته المذكورة. يقول هنا، يقول: خنقتني الحضرة وما أحببت أن أبوح بها خوفا من أن تسمع عمتي زينب فتتأذى، ولكن كرر أبي الأبيات وقال: يا دهر أف لك من خليلي، وكم صاحب وطالب قتيلي، إنما الدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الرب الجليل. يقول: سمعت عمتي زينب أبيات الحسين فخرجت من عندي تجر ريالها وهي تصيح: آه وأخاه وحسينا، كأنك استسلمت للموت يا ابن أمي، وإنك تنعى لنا نفسك. قال لها: مهلا زينب، وتصبري وتعزي بعزاء الله، واعلمي ان جدي خير مني ومات، وان ابي خير مني ومات، وان امي خير مني وماتت، ابي خير مني ومات، وانا على سبيل من قد مضى. اخي من لهذه العيال وهذه الاطفال بعد؟ قال: انت الكفيلة والوكيلة، انت اللي من بعد عين زينب وخليفة الله عليكم، وهو حسبي ونعم الوكيل. هنا العقيلة ضجت بالبكاء والعزاء، وترى هذه الليلة لها وقائع كثيرة وكثيرة، وتشوف مثل هالليلة هذه حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه جمع الأنصار وخطب فيهم خطبة طويلة، قال لهم: يا إخوان الصفا ويا ليوث الهيجاء، إذا أصبح الصباح وحمى الوطيس واشتبكت الأسنة واضطرمت نار الحرب، أينا يتقدم للحرب، نحن أم بنو هاشم؟ فلماذا طلقتم نساءكم وأيتمتم أطفالكم وتركتم أموالكم؟ قال: كله من أجل الحسين، ولا يتقدمنا أحد في الملمات، أول من يقتل نحن دون ساداتنا. علم بذلك أبو الفضل الممثل لبني هاشم والحامل لراية الهاشميين، دخل على حبيب، قال: حبيب، إننا بنو هاشم لا يتقدمنا في المهمات أحد، ونحن لنا التقدم في كل الأمور، ولا سيما بمثل هذا الساح ساح الجهاد. قال: سيدي، الأمر إليكم ونحن خدامكم، أنصاركم، جئنا لنصرتكم، وبهذه القضية نحتكم عند الحسين يا أبا الفضل، شحكم الحسين بيننا فنحن على حكمه. قال: هذا حكم لا نتعداه. فعند ذلك أقبل أبو الفضل وحبيب المن إلى الحسين وجلسا عند بني هاشم، ويا العباس الأصحاب، ويا حبيب بن مظاهر، أوصار الكلام يا ابن الحسين. يقول الحسين: دمعت عينه والتفت إلى أخيه، قال: أخي أبا الفضل، إن أنصارنا هم الذين هم يتقدمون أمامنا، ولا بد أن يسبقوننا إلى المنية، إذن الأمر إليك أبا عبد الله. فهنا جرد حبيب سيفه وهز بوجه الحسين وقال: لأنعمنك عينا أبا عبد الله، إننا غدا نقتل جميعنا بين يديك يا ابن فاطمة الزهراء. وشكرهم الحسين عليه السلام على موقفهم هذا. شوية أبيات بالمناسبة بين موقف حبيب ومؤتف عباس وحدة وصار الجدال والحاشم قالوا علينا النزال إلى أصحابنا خلوا قالوا محال بالنفوس احنا اللي نبديلها قالت الأنصار رشبوا الحاشم قالت العزب الصقال والأبطال يقول هاشم في الغضب الحمول الثقال والكلافة للكلافة تشيلها قالت الأنصار بالرغلة لو صار لو بدت هاشم نقفل في نهار ليش طلق من نسى وحسن الديار كل
اجل حق المرتبة وحق البتول اتجمعت فرسانها شاب وكمول. قالت الانصار الحسين ايش تقول صحبتك يا هاشم التبديل. قالت ابن الصار لو سالت العين وهد حبيب العنب عد وكل حسين. اليوم دون الدار والسيد الدين اليوم الهموم عليك نزيل انزيل كل همك ونسك ندوره ونورد القاطر ونحظى بحوره. اتعب الكوفة شما كثر مكسورها بالسيوف الماضية تنشيلها. شال واعلام العدم وثنى الشرات والرماح ويا الرماح تخالفت والغلوب على الدروع تشمرت والرواح على الحسف مطريلها. وترى هناك مواقف حماسية عايز عن ايمان وعن عقيدة دون ابي عبد الله ما احلى الموصى والذ والله عندهم من الشهد وجزاهم الله خير الجزاء. ينقل لنا هلال بن نافع الجملي عن واقعة في هذه الليلة حصلت. يقول كنت انا واقفا على باب خيمتي واذ ارى سوادة خرجت من خيام الحسين. يقول فتبعت السوادة ولما قربت منها واذا هو الحسين عليه السلام. بعد قليل التفت الي قال من هذا؟ قلت انا يا سيدي خادمك هلال. قال الى اين تريد؟ قلت مولاي لاتيك بنفسي لانك انت بغية القوم انت غاية القوم. قال جزاك الله خيرا ثم سكت ومضى وانا خلفه الى ان انتهى الى بقعة جلس عندها وبكى مهما ساعدته الجفون. فبكيت معه حتى بعد قليل اخذ من تربتها شمة وانطرح ثم مضى الى بقعة اخرى جلس عندها اخذ من تربتها شمه ثم بكى وبكيت لبكائه وانطرح ومر على عدة بقاع هنا وهناك حتى اخر بقعة جلس عندها. يقول اخذ من ترابها شم وبكى ثم التفت الي قال هلال؟ قلت نعم. قال اعرفت اول بقعة جلست عندها وشممت تربتها وبكيت؟ قلت لا والله يا سيدي. قال هذه التربة غدا يقتل عليها اخي العباس وهذه الثانية يقتل عليها الاكبر والثالث القاسم وفلان وفلان وعدل الانصار وبني هاشم. قال تعرف المكان اللي انا قاعد فيه؟ لان الحسين قام ياخذ تربة من ذاك المكان يشمه ويقول هي التربة التي وعدني بها جدي رسول الله. هلال اتعرف هذه التربة؟ قلت لا يا مولاي. قال هلال غدا بهذا المكان يذبح القوم رضيعي وبهذا المكان ترض الخيل صدري وظهري. أعرفت يا هلال إننا غدا نقتل؟ إدريت باكر إحنا نموت؟ قلت نعم سيدي أنا أدري باكر إحنا مصيرنا الموت لأن أنا ما طلعت من بيتي ما خرجت من داري إلا أدري أنه أجل هذا المكان أستشهد أموت أنا وعالم بمصيري. قال يا هلال اسمع أنت صاحب أطفال وعيال وفي حل من عندي يعني انا راضي وانا اذن لك وانت وياي على نيتك وفي منزلتنا ان شاء الله. لكن يا هلال انصرف في حل مني الى بيتك الى اهلك الى اطفالك الى عيالك ما بين هاتين الربوتين وتسلل تحت جناح هذا الظلام. يقول لما سمع هلال ذلك هرم حمامته جرد صارمه. قال سيدي كيف اتركك وهي مولاي لو اقتل واخرق واذرى بالهواء ويفعل بي ذاك 70 مرة لما تركتك فكيف وهي قتلة واحدة؟ ها شوف هاي النفوس الطاهرة اللي قدموها هي ناس وهي انصار. اريد انت تنظر الى تلك النفوس الغالية العظيمة اللي صارت رخيصة اتجاه الحسين. يعني احنا لما نروح ونرد ونبذل ونوقف ونسهر ونتعب ونلطم مهما يكون امرنا احنا ما منطين للحسين 10 معشار حقا اللي في اعناقنا. اخلص لمن تخدمه فالمخدوم اخلص لك بدمه. هذا ابو علي هذا الحسين يستحق منا انه في الحقيقة نقطع من ابداننا ونقدم ضحية لسيد الشهداء سلام الله عليه.
اخواني هذا ابو عبد الله رائدنا منقذنا سياجنا سورنا، ما خاب من تمسك بالحسين، هذا ملاذنا في الدنيا وفي الاخره. اخاف تسهر على حساب الحسين وتقول تعبيت لو انطيت لك الشم قرش وتقول انا اختريت، اخاف اخاف. تدري اكو ناس قدموا تضحيه للحسين عليه السلام، عافوا اموالهم وعافوا اولادهم عافوا نسائهم او قدموا نفوسهم الغاليه وعندهم احلى من الشعر ذلك. نعم قال سيدي لو اقتل واحرق واذرى بالهوى ويفعل بي ذاك 70 مرة لما تركتك، كيف وهي قتلة واحدة يا ابن رسول الله؟ قال جزاك الله خيرا، اذا اذنوا مني لاني قررت ان لا اترك رجلا من اصحابي يموت قبل ان يرى منزله في الجنة. ادروا من يخل اراويه يقول بذاك الوادي اللي مخيم عليه الهدوء والسكوت، الحسين افرج بين اصبعين قال له انظر بين هالاصبعين، عاد هذن الاصبعين قالوا انت وكل العالم ما يقدرون يفسرون شكو بيهن اصبعين حسين بيهن من ذبذبات راداريه او تلفزيونيه واتصاليه بين الله وبين ابي حمد الله. قال له انظر يقول واذا اصبعين حسين حاكته تعكس ما وراء علم الغيب وما في السماك الاعلى. اخذ ينظر هلال يقول واذ ارى الجنه ومنزل فيها الجنه وتعرف واذا الجنه ازلفت. الله اكبر. قال له انت هذا منزلك وبينك وبين الوصول الى هذا المكان سواد هذه الليله، واعلم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. فاصحاب الحسين واهل الحسين بصوره عامه راوا منزلهم في الجنه، لذا تراهم تقدموا الى الحرب بحراره وعن اخلاص، وكان الموت ينزلهم الويس لان تقدموا عن ايمان عن عقيده، لمسوا الحقيقه بايديهم واللي واعثهم صادق امين وهو الحسين سلام الله عليه. لذا تشوفهم نزلوا يتسابقون مثلا عابس بن شبيب الشاكري سمعان عن نزاله يقول هذا تقدم من حرب بعد ما يشوف بعيونه ذاك سيفه ذاك درعه ذاك طاشه نزع ملابسه ظل طرق السروال سروال بس لابسها ما يستره. قالوا له اجننت يا عابس؟ قال لا والله ما جننت ولكن حب الحسين اجلني. طب وتقدموا وحدث ايش التضحيه بويا انت من تشوفنا احنا نعم في حال اللي انت تسمينا بيه مجانين حقنا حب الحسين اجلنا. انت ما شايف نكثر الواحد يحبنا واحد انت واحد حادي تحبه انت ودك تنطي اموالك وتنطي روحك وتقول لك تفضل هنا وتخليه على راسك، ما اكو فرد واحد يغرم بواحد ويجرم حتى مع اهله على سبيل ذاك. قضية عادية. فكيف مع الحسين؟ لكن تدرون اخوان احنا شرير ونطلب نطلب من الله ان يثبت حب الحسين في قلوبنا ويخلينها من اهل ابي عبد الله، او حتى الله ينظرنا بخيره ونعمته ويشملنا بشفاعة الحسين في الدنيا وفي الاخرة. سيدي ابا عبد الله انا توسل بك الى الله ان الله لا يؤاخذنا بخفي ما اطلع نعم على ذنوبنا واعمالنا السيئه، ونساله الاحسان والرحمه برا وكرامه لخاطرك يا ابن الزهراء. الدعاء مقبول بويا هاي الليله، ايش عندك دعاء ادعو ايش عندك توسل توسل هاي الليله الابواب مفتوحه ابواب السماء، لان الليله الحسين وال الحسين باتوا ولهم دوي كدوي النحل بين من يقرأ القرآن وبين من يعبد الله وبين من يودع وهكذا. يقول هلال وبعد هذا الحديث مع الحسين رجعنا إلى المخيم. يقول لما رجعنا إلى المخيم يقول أنا من بعد شفت فرد سوادة واقفة باب الخيمة ولها الناس تأخذ بالقلب، رأيت الحسين أسرح. يقول أنا وقفت حسبت ان هذه الواقفة احدى النساء المخدرات من بنات رسول الله. يقول اجى الحسين عليه السلام سمعته يقول من هذه؟ زينب. قالت نعم انا زينب. زينب واقفة زينب شو صور زينب اثنان الليل؟ ما ممكن تسمع طهيل الخيل وزعاق الرجال ودق النجم وذولا شنو شردون وشردون ذولا جايين يردون قتل الحسين. الحسين من ابويه؟ ها اردك شويه تفكر وتتصور. ف
زينب بتسأل الحسين ها زينب بتنشد من الحسين لا كان جاب عدلهم تقول له يا ابو عيوني علي من هالفزع ملكم فينك لي يا بني امه اجاي على قتلك الاعداء نور عيني. يقول هلال انا اسمع زينب اشتهتوا يا الحسين تقول له انا واقفة ما انتظرك. زينب ساهمت في المعركة وشاركت الحسين في كل عمل عمله. زينب قلبها بحنجرتها ذاك الليل. زينب ما هدأت ونامت. زينب سلام الله عليها تختص بالحسين مرة بصورة ظاهرة مرة بصورة خفية. تسأل عن الأمور وأسرار الحرب والموقف كأنما كلامها. تقول له أخي أبا عبد الله أنا واقف لأن أنتظرك لأسألك وهو ما لهذا القوم قد اشتبعوا شعتهم. قال لها يردون قتلي يا زينب. قالت لزين إذا أصبح الصباح وحمى الوطيس واشتبكت الأسنة وتأججت نار الحرب أنصارك ستون وياك لا يعوفوك أخاف يعوفوك وظل وحدك وما عندك أحد ومر الموت ما يراد. يقول زينب أمصار نعم الأمصار وهم مؤمنون ثابتون خطرت بهم عدة مرات فهم يقولون إلا أن نموت معك. يقول هلال أنا بعد أن سمعت هذا الكلام من زينب ما بقيت أنتظر شي يكون بعد سؤال وجواب. رأسا رحت الحبيب لقيته بالخيمة قاعد هو يقرأ قرآن. قلت حبيب أجل قراءة القرآن هذا القرآن ما حد عرفنا به آل إلا آل محمد. ثم طاعتهم مقرون الطاعة يوم قال رسول الله أودعت عندكم الثقلين كتاب الله وأسرتي أهل بيتي وقال الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حبيب أهل زينب تقول للحسين أخاف أصحابك يعوفوك باكر وتبقى وحدك فأين هسه تجمع الأنصار وأنت تتقدم وأحنا وياك والروح لزينب نطمن قلبها ونطرحانها بهذا الليل حتى تهدأ وتبات هادئة آمنة. يقول هنا حبيب صاحب الأصحاب واجتمع وإجا قائد الأنصار حبيب ذاك الطيب رحمة الله عليه وقف بإزاء الخيمة تدشر وسلامة السلام عليك يا زينب الزكية السلام عليك يا ابنة الصديقة الطاهرة النبية خرجت العقيلة قائلة وعليك السلام يا حبيب. قال لها سيدتي بلغنا قولك كيت وكيت مولاتي والله لا نترككم حتى نقتل جميعا دونكم وسوف تنظرين الى رأسي وهو معلق في عنق الجواب يضربه بركبته يدور معك البلدان صاحت اهل الشام هذا محلكم محلكم ولا الموز ما تبخره مركم والله ما هي بناس ما كان ملكم تخلون بالله حرمكم. هنا شكرت زينب الحبيب وجزى الله حبيب خير الجزاء. لكن هالليلة زينب عندها اقتراح هذا الاقتراح المن قدمته زين العابدين. زين العابدين عليم هالليلة وشدت ذي الهلة. يقول دخلت على الامام السجاد واقترحت اسمع مني هاي الابيات المباركة اللي احنا عادتنا السنوية نذكرها بمثل هالليلة هذه. يقول هاي ام الحزن زينب ام الاحزان والهموم هاي ام الحزن زينب بالليلة تودع اخوتها عوته المكسورة الخاطر بالتوديع دمعتها هاي ام الحزن زينب من جملها الارمست وشافت كل بعد الطاف وجيوش العدم سدست زينب بالعمر والضير والشر روحها حست وجل أزاد والله ما استحاتي روحي
جات تحتوي خدنا مره تتوسل تبي ترحى وهي مكسور خاطره ساعة ولن ابو السجاد اجا وبجيت اسرها على ختم الحزن سلم عدها قعد وتبسم اجل عنها الحزن والهم حاشاها وسلاها وناشدها لراحتها الا عوضيف على السجاد علي الحال يحكي له كسرت خاطري عن ثياب ويا كسرت خاطري عمتي شفت هالمدمع بسيلة تقلي قل ابوك حسين خلي يشيل الليلة وتريدك يا بالحال الجار اللي انا تشيل على الدار تخاف من الصبح لو صار هاي الخيل والجيمة علي انا تصير هجمتها قال حسين يا سجاد وزيادة بزيادة وتسمع يا ابويا بمرحل بهالليل خاف عليك تصدع باكر يا علي يا ابني ليك امر الحرم يرجع الرحيل يصير تكليفك تظل يا ترحل بكيفك انا بهالمسافك اولى طلعت شمس باتي فغيبت قبل غيبتها ملت معتم حشي حسين زينا بخلت وقامت تسرع جفر فاصلها يا ويلي وروحها حامت زينا بليلة العاشر هذاك الليل ما نامت ملت معتم حشي حسين ما غمضت زينا بعينها تفوت وين روح الوين عقب اخوتي وهالعين الوطن غشلان ردتها زيانة بقصدة العباس والعب قصد وياها اريد قلبك واحساسك ويا زينب يمشي لابو فاضل لان عسى كفيل وراحت ليه زيانة بقصدة العباس والعب قصد وياها وحين شاف العباس تتعثر بممشى طلع من خامسة مرضي والزينب تلقاها على يا زينب يقلها على يا سلوتي كلها وزينب لعت شافلها صدت والقلب داوي واختنقت بعبرتها زينب والقمر عباس تقل يا ابن حام الجار سمعت حسين اخوك يقول احنا بهالمسا خطار يا اخويا ولازم قلبي يا اخويا يلحق من المصايب يا اخويا ولازم قلبي واخاف من الصبح لو وانا مخدرة تدري واخاف من يدك تدري عقبك ما ردت عمري والحرمة عقب ولياغي ما تسواش ظلتها يسمع زينب العباس وعينه من الزعل حمراء يقلع بشاربي خدريت يا زينب ودك فقرة يا مخدرة حام الجار لخط من عمرة الزهرة لفن رقابها دونيت وخوش وقرة عيونيت لا لا ينخطف لونيت يا زينب والعزات الهاي باكر كون شفتتها العساكر قال شتتها وصلوا وقام يطوّر
تجلى والدليل العذاب اختي وياك الوعتاب وسامك لك يا ابو فاضل. سولفي زينب سولفي حدثي زينب اخو مجال هالليلة سولفي حدثي واخوك ابو فاضل وشبعوا يا حبيبه لان بعد باكر ما تشوفي لو ماكو مجال للحبيبه. اي والله سامد لك يا ابو فاضل أعسالك لك يا ابو فاضل عهودك لي اشرع دورك وغيبت لك بحر ابونا من شد عمك. انت غايت منها والهلا يضرب امك ابونا المثل هذا اليوم ضمك مخر يا جدوم. هاي الخيل هذي القوم هذي كربلاء وعودك وصيت هاي ساعته اختاروا قال يا زينب شنه الخيل وتهميته اخوك وصار بيدي وفن يجحر خيميته وحق الحسن يا زينب وشبده وكسر والعويته لخلي جروح الشعر وخلي الرايحه بكل دار وخلي كربلة تبكر وخلي الناس جيل الجيل ما ينسون عملته. تقل اخوه يا انا بشعر بك لا تقول مدري يا عباس يا فلان خدري. هذا وزينب تذكر موقف ابن الفضل حيث انه قر عينها حينما امن عليها وطمنها في ذلك اليوم. زينب بعد استراحه تسوي يقول اخذت الدور بخيام العيال والاطفال مثل هذا الليل جمعت كل العيال كل الاطفال جمعتهم وجابتهم للحسين. الحسين قال لك يا ابو علي شوف اطفالك هذا الصغير وذاك الكبير وهذا اليمشي وهذا العيون وهذا اليهل انا يا اخوي شنو اللي اسويه باكر من تروح عني شلون اجمع هالاطفال واقوم بهالعائله. قالها زينب اوصيك الله شلون وصايا. قالها اذا جن عليك الليل القادم يعني الليل ال11 زينب تدري شو تسوينه اطفالي وعيالي اجمعيهم في مكان واحد وانت وقف قدامهم لازم تردين عنهم كل خطر. يا زينب بدال انت تصيرين انت بمكانيه تصيرين وصيت بطفال لا تصيحين اخوي ونريد تلعب سخنات باري. اي والله اخوي زينب وصيت يا زينب بالعيال وعانك تحطيها من الاطفال تراهم يخور بات نبلال ونغر على السجال نوال مهوى عليل وما لها حوال تقل بليتام بليتام يا حسين توصيني بليتام. اي والله يا حسين توصيني Yeah.
طرفين. كل واحدة من العائلة قالت له الانسان الليلة واجبك الكل من تتودعه واحد يجبه انت يا ليلة وضع على الاخبار وانت يا رونا وضع القاسم وانت يا فلان وضع فلان وكل واحدة من النساء تشوفها قامت تتودع مثل ليلة الضم ولك الاكبر وصدرها تقل وحيد وحاد عندي من العذابي بعد وياها ظلوا يا ردده وحيد وحاد عندي من العذابي وردتك محرمية بشبيع